نعم شيخنا، معنا اتصال من الأخ محمد. أخ محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام، تفضل الشيخ يسمعك أخي، تفضل. الشيخ محمد الحسن، السلام عليك. وعليكم وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. أنا نسول عن قضية البديلة هاي عندنا هون في القابون، تصريف. أكمل. نعم نعم إن شاء الله، أكمل السؤال أخي. التصريف عندنا نعم العمولات، احنا نرسل الفوضى لفرانس سيفول عند شر العملة الموريتانية. نعم إن شاء الله. إذا كان البديلة عندنا هون تجوز التلفن للبدال وتروح تمشي لك الفوضى وتعود تخلص هالو بعدين، وبعض الأحيان تعود موجودة نقدة. إن شاء الله. سؤال واضح شيخنا؟ واضح. نعم، ليتكم تذكرون لنا السؤال مع الجواب. نعم، ذكر الأخ سؤالا عن حكم تحويل العملات من بلد إلى بلد، فهو من أهل القابون، يسكن في القابون ويريد تحويل مال إلى خارج الدولة التي هو فيها. والجواب أن ذلك يأتي على ثلاث صور: صورتان جائزتان وصورة محرمة. فالصورة المحرمة هي أن يصرف الإنسان النقود بنقود تقابلها أن يبيع النقد بالنقد نسيئة، أي ليس يدا بيد، وهذا هو الصرف المحرم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. والصورتان الجائزتان إحداهما هي السفتجة أو السفتجة، وهي عقد من عقود الأمانة، أن تدفع نقودك إلى شخص لينقلها لك إلى بلد آخر فيكتب لك إلى وكيله في ذلك البلد فيعطيك مقابل نقودك ويأخذ على ذلك أجرا إن شاء، وهذه عقد جائز لأنها وديعة بأجر. فأنت دفعت إلى شخص مثلا $1000 في القابون على أن يسلم مقابلها لأهلك في موريتانيا مثلا أو في أي مكان آخر، ويأخذ على ذلك مقابلا تتفقان عليه، سواء كان نسبة مئوية مثل 1% أو 1.5%، أو كان مبلغا مقطوعا، فيدفع هذا النقد بالعملة الموريتانية الأوقية بدل أن دفعت له الفرنك الإفريقي، وذلك بصرف اليوم المعروف، فهذا جائز. والصورة الثالثة وهي جائزة أيضا هي القرض، وهي أن تطلب من تاجر أن يدفع إلى أهلك مبلغا من المال في موريتانيا مثلا بالأوقية الموريتانية، ثم تقضيه أنت بالفرنك الإفريقي في القابون، أو العكس، تدفع أنت المال إلى التاجر في القابون وهو يقضيه في موريتانيا بالأوقية، فهذا قرض، والقرض يجوز فيه حسن القضاء وحسن الاقتضاء، وكلاهما مطلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي رافع: أعطه فإن خيركم خيركم قضاء. وعلى هذا، فإذا كانت العملة الصعبة هي التي دفعت أولا وتقضى بعملة سهلة فهذا من حسن القضاء، وإذا كانت العملة السهلة هي التي دفعت أولا وتقضى بالعملة الصعبة فهذا من حسن الاقتضاء. العكس أقصد، إذا كانت العملة الصعبة هي التي دفعت أولا فقضيت بعملة سهلة فهذا حسن اقتضاء، وإذا كانت العملة السهلة هي التي دفعت أولا وقضيت في عملة صعبة فهذا حسن القضاء. وكلاهما جائز في القرض، والقرض لا بد أن يكون، أن يعلم أنه ليس فيه زيادة أيا كانت، لكن كل طرف استفاد، فأنت استفدت أن نقودك وصلت إلى أهلك في بلدك، والتاجر استفاد أنه نال مالا من العملة الصعبة في الخارج يستطيع أن يشتري به البضاعة. نعم الصورة استفاد. نعم شيخنا، الصورة الشائعة الآن هي الصورة الثانية عادة، السفتجة. نعم، هذه الصورة الثانية هي المنتشرة في مؤسسات تقام عليها أصلا.